المحيط، والله من ورائهم محيط. الذي أحاطت قدرته وعلمه بجميع خلقه، وهو المحيط الذي لا يقدر على الفرار منه أحد. الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه، أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، وهو المحيط الذي لا يقدر على الفرار منه. المحيط اسم من أسماء الله تعالى ورد في القرآن الكريم ثمان مرات منه ست مرات بلفظ محيط بالرفع ومنها مرتان بلفظ محيط بالنصب أولا معنى اسم الله المحيط معناه في اللغة قيل في اللسان حاطه يحوطه حوطا وحيطة وحياطة حفظه وعهده وتعهده واحتاط الرجل اخذ في اموره بالاجزم ومع فلان حيطه لك ولا تقل عليك اي تحنن وتعطف والحائط الجدار لانه يحوط ما فيه والحواطه حظيره تتخذ للطعام وكل من احرز شيئا كله وبلغ علمه اقصاه فقد احاط به يقال هذا الامر ما احط به علما وقوله تعالى احط بما لم تحط به اي علمته من جميع جهاته واحيط بفلان اذا دنا هلاكه فهو محاط به قال عز وجل واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاويه على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا اي اصابه ما اهلكه وافسده قال ابو القاسم الزجاجي المحيط في اللغه اسم الفاعل من قولهم احاط فلان بالشيء فهو محيط به اذا استولى عليه وضم جميع اقطاره ونواحيه حتى لا يمكن التخلص منه ولا فوته فالله عز وجل محيط بالاشياء كلها لانها تحت قدرته لا يمكن شيء منها الخروج عن ارادته فيه ولا يمتنع عليه منها شيء قال الراغب في اشاره الى شمول الاحاطه للناحيه الحسيه والمعنويه الاحاطه على وجهين احدهما في الاجسام نحو احط بمكان كذا وتستعمل في الحفظ نحو وكان الله بكل شيء محيطا اي حافظا له في جميع جهاته وتستعمل في المنع نحو الا ان يحاط بكم اي الا ان تمنعوا والثاني في العلم نحو: أحاط بكل شيء علمًا، فالإحاطة بالشيء علمًا هو أن يعلم وجوده وجنسه وقدره وكيفيته وغرضه المقصود به وبإيجاده وما يكون به ومنه، وذلك ليس يكون إلا لله. ورآها البيهقي منصرفة إلى القدرة والعلم فقال: المحيط هو الذي أحاطت قدرته بجميع المقدورات واحاط علمه بجميع المعلومات، لكن العلامه السعدي رأى الاحاطه تشمل امورا اربعه: العلم والقدره والرحمه والقهر، فقال رحمه الله: المحيط بكل شيء علما وقدره ورحمه وقهرا، وصفه الاحاطه صفه تفرد لا تليق الا بالله وحده، قال الحليمي: وهذه الصفة ليست حقا إلا لله جل ثناؤه، وهي راجعة إلى كمال العلم والقدرة وانتفاء الغفلة والعجز عنه. مواضعه في القرآن: الآية الأولى: "يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا" عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار يقال له طعمة عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار يقال له طعمة بن أبيرق من بني ظفر بن الحارث سرق درعا من جار يقال له قتادة بن النعمان وكانت الدرع في جراب فيه دقيق فجعل الدقيق ينتثر من خرق في الجراب حتى انتهى الى الدار ثم خباها عند رجل من اليهود يقال له زيد بن السمين فالتمست الدرع عند طعمه فحلف بالله ما اخذها وما له بها من علم فقال اصحاب الدرع لقد راينا اثر الدقيق حتى دخل داره فلما حلف تركوه واتبعوا اثر الدقيق الى منزل اليهودي فاخذوه منه فقال اليهودي دفعها الى طعمه بن ابيرق فجاء بنو ظفر وهم قوم طعمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه أن يجادل عن صاحبهم وقالوا له إنك إن لم تفعل افتضح صاحبنا فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعاقب اليهودي وهي آية تشير إلى أن ديننا دين مبادئ لا يجر على أعدائه لحساب أبنائه والله هو المحيط الذي يعلم كل خديعة وكيد تستهدف قلب الحقائق وتزييفها ثم قال ربنا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وكفى بهذه الايه ناعيه على الناس ما هم فيه من قله الحياء من الله والخشيه مع علمهم انهم في حضرته بلا ستره لهم ولا غفله عنهم فليس لهم الا الانكشاف الصريح والافتضاح بين يدي الرب المحيط ثم امر الله نبيه بالاستغفار لماذا قال القاضي ابو محمد وهذا ليس بذنب لان النبي صلى الله عليه وسلم انما دافع عن الظاهر وهو يعتقد براءتهم والمعنى استغفر للمذنبين من امتك والمتخاصمين في الباطل لا ان تكون ذا جدال عنهم فهذا حدك ومحلك من الناس ان تسمع من المتداعيين وتقضي بنحو ما تسمع وتستغفر للمذنب. الآية الثانية: "ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا" وقوله "ولله ما في السماوات وما في الأرض" أي الجميع ملكه وعبيده وخلقه، وهو المالك المتصرف فيهم، المتفرد بتدبيرهم، فلا راد لما قضى ولا معقّب لما حكم. ولا يسال عما يفعل لعظمته وقدرته وعدله وحكمته ولطفه ورحمته وكان الله بكل شيء محيطا احاطه علم كما قال الله احاط بكل شيء علما واحاطه قدره كما قال الله واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها احاطه قهر وتسخير واحاطه وجود لان هذه الموجودات ليس وجودها من ذاتها ولا هي ابتدعت نفسها بل وجودها من الله الذي اوجدها وكان الله بكل شيء محيطا وقد احاط علمه بجميع المعلومات فلا يعزب عن علمه مثقال ذره في الارض ولا في السماوات واحاط بصره بجميع المبصرات وسمعه بجميع المسموعات ونفذت مشيئته وقدرته في جميع الموجودات، ووسعت رحمته اهل الارض والسماوات، وقهر بعزه كل المخلوقات، ودانت له جميع الاشياء. لكن لماذا جاءت هذه الايه بعد قول الله تعالى: "واتخذ الله ابراهيم خليلا"، وكان المراد ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا لحاجه، حاشاه، اذ له ملك السماوات والارض وما فيهن. وانما ابراهيم عليه السلام عبد خاضع له سبحانه الايه الثالثه بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط عالم باحوال الكافرين والمجرمين وقادر عليهم وهم لا يعجزونه فالمراد احاطه علم وقدره وتهديد لهم بان الله سبحانه وتعالى المحيط بهم وهم في غفله عن هذا ولهذا سيؤخذون دون ان يشعروا لانهم غافلون عن احاطه الله بهم وعن قدرته عليهم وذاهلون عن عقابه المتربص للمجرمين الضالين ودليل عدم نجاتهم من باس الله عدم افلات المحاط به عن المحيط الذي سد عليه الطريق وحاصره بحيث لا يمكنه الهرب منه مهما فعل، وإنما المراد أن الناس بالنسبة إلى عظمة المحيط كالخردلة، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم" ولله المثل الأعلى، فالواحد منا إذا كان يمتلك خردلة فهو إن شاء قبضها وأحاطت بها قبضته، وإن شاء رماها. وهذا قمة الإحاطة منه بهذه البذرة المتناهية في الصغر، فكيف بإحاطة المحيط الذي لا يحيط بعظمته وصف الواصفين؟ هكذا الخلق في قبضة الله المحيط بهم، وهو القادر على إهلاكهم بأهون الأسباب لو شاء. الآية الرابعة والله محيط بالكافرين بمعنى جامعهم فمنزل بهم عقوبته ودليله قوله تعالى الا ان يحاط بكم اي تهلكوا جميعا فلا يغنيهم حذر من قدره ولا يشذ منهم واحد عن احاطته ويقال في اللغه احيط بفلان اذا دنا هلاكه ومنه قوله تعالى واحيط بثمره اي اصابه ما اهلكه وافسده ولم يقل والله محيط بهم اشاره الى ان ما دهمهم من الامور الهائله والمهالك انما هي بسبب كفرهم وقد حدثت احاطه المحيط مع زعيم من زعماء الكفر وهو عكرمه بن ابي جهل لكنها كانت احاطه خير وطريقا الى هدايته فقد كان عكرمه ممن احل النبي صلى الله عليه وسلم دمهم ولو تعلقوا باستار الكعبه ففر وركب البحر فاصابت المركبه التي ركبها ريح عاصف فقال اصحاب السفينه اخلصوا فان الهتكم لا تغني عنكم شيئا ها هنا فقال عكرمه لئن لم ينجني في البحر الا الاخلاص ما ينجيني في البر غيره اللهم ان لك عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه، آتي محمدًا فأضع يدي في يده، فلأجدنه عفوًا كريمًا، قال: فجاء فأسلم. ثانيًا: فادعوه بها عبادة وعملا. واحد: دعاء من أحاط علمًا بما في سعادتك ونفعك. ولذا كان من أنفع الدعاء الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كما علمه لعائشة عليك بجمل الدعاء وجوامعه، قولي: اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. قال الحليمي: هذا من جوامع الكلم وأحب الدعاء إلى الله وأعجله إجابة. وهو من عموم الدعاء الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن فضله فضل عموم الدعاء على خصوصه كفضل السماء على الأرض اثنان دعاء الهموم والأحزان حين يحيط بك الحزن والألم وتستشعر الوحدة والوجع فمن الذي يستطيع وحده أن يفك عنك هذا الحصار المضروب عليك من يستطيع أن يحيط بما أحاط بك إنه الله المحيط علما بحالك والمحيط قدرة على إغاثتك وإنجادك فهو الذي أحاط بكل شيء علما وقدرة واطلب في دعائك اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال والمحيط وحده هو القادر على أن يحيطك بلطفه فيقلب همك فرجا وقلقك سكينة وحزنك فرحا ولديه وحده المخرج لكل ما أحاط بك مما يسوءك فقال تعالى: "ومن يتق الله يجعل له مخرجا". قال الربيع بن خثيم: "من كل شيء ضاق على الناس". ولذا كان أبو إسحاق الثعلبي ينشد: "وإني لأدعو الله والأمر ضيق علي فما ينفك أن يتفرجا". ورب فتى سدت عليه وجوهه أصاب له في دعوة الله مخرجا. واعلم ان المحيط إذا أراد تقوية العاجز أزال عنه كل موانع القدرة ورزقه أسبابها، وإذا أراد المحيط إسعاد الحزين أزال عنه موانع السعادة وهيأ له أسبابها. حديث للحفظ وخذ مني هذا الحديث كي تحفظه بل لتنقشه في ذاكرتك الإيمانية ونسيجك الروحي فيتردد على لسانك تردد الأنفاس حتى تغدو به أسعد الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي الا اذهب الله همه وحزنه وابدله مكانه فرجا فقيل يا رسول الله الا نتعلمها فقال بلى ينبغي لمن سمعها ان يتعلمها فهل نفذت وصيه نبيك فحفظتها وتعلمتها ثلاثة: لا تيأس بانتشار الظلم وقهر المؤمنين. لا تيأس إن كادوا لك وآذوك بما يقولون واتهموك بما يفترون، فالمحيط قد أحاطت قدرته بكل شيء، فاطلب منه باسمه المحيط أن ينصر الحق وأهل الحق. وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بظالم. أربعة: استهن بقوة المجرمين. لان الله هو المحيط بهم وبكيدهم وقاهرهم لكن هذه الاحاطه منه مشروطه بشرطين اثنين اذا حصل ضمنت احاطه الله الحانيه وحفظه الاكيد التقوى والصبر قال سبحانه وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط ترى بعض الصالحين اليوم يحفظون كثيرا من النصوص الشرعيه ويتمتعون بالفهم الصحيح لها مع حرصهم على الطاعات ولكن اذا نزل بهم البلاء وجدت منهم ضعفا وفتورا ووهنا وفي المقابل تجد بعضهم اهل جلد وصبر ومثابره لكن مع اعتداء على حقوق اخوانهم وتساهل في اداء الطاعات وشيء من سوء الخلق فلا يصل هؤلاء ولا أولئك إلى عناية المحيط، ولا يتمتعون بكفايته وحمايته. فمن انشغل اليوم بالعمل والبذل عن لوازم التقوى، فلن ينتصر ولو صبر. ومن انشغل بالطاعة ولوازم التقوى، دون أن يكون له صبر على العقبات والمشقات، فلن ينتصر ولو اتقى. ولا سبيل لانتصار المؤمن على الكيد الشيطاني الصادر اليوم من شياطين الانس والجن الا اذا جمع بين كنزي التقوى والصبر. خمسه: مهابة الله والتوكل عليه. الا ترى ان الله غالبا ما يختم آيات الوعد والوعيد بهذا الاسم المحيط. فقال عز وجل بعد ذكر المعاندين والمنافقين: ان الله بما يعملون محيط اي يعد لكل كيد منهم ما يبطله وقال مؤنسا اولياءه واذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس قال ابن عطيه منعك يا محمد وحياطتك وحفظك فالايه اخبار له بانه محفوظ من الكفره امن ان يقتل او ينال بمكروه عظيم أي فلتبلغ رسالة ربك ولا تتهيب أحدًا من المخلوقين. قال البيضاوي: "أو أحاط بقريش بمعنى أهلكهم من أحاط بهم العدو، فهي بشارة بوقعة بدر والتعبير بلفظ الماضي لتحقق وقوعه. فإحاطتهم بالكافرين أكيدة وهزيمتهم محققة لأن الله أحاط بهم فلا مهرب ولا مفر". ومع اقتصار المفسرين للاحاطه هنا على الكافرين الذين يعادون الرساله لكن احاطه الله ليست واحده فلكل فريق احاطه تناسبه فاحاطته احاطه رعايه وحفظ للمؤمنين وعلى راسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينالهم اذى واحاطته احاطه حصار لا يفلتون منه ولا ينفكون عنه وهذه خاصة للكافرين. ثالثا: فادعوه بها مسألة وطلبا. أسألك باسمك المحيط أن تحيط بعذابك كل من طغى وتجبّر على المسلمين، وأحاط بحصاره وعذابه عبادك المستضعفين. أسألك باسمك المحيط أن تحيط أهل الدين والصلاح بحفظك ورعايتك وتوفيقك وعنايتك. أسألك باسمك المحيط وقد احاطت بنا المحن، وتربصت بنا الشياطين، واجتالتنا الاهواء، ان تنجينا من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. أسألك باسمك المحيط، وقد احاط اعداء دينك بالمؤمنين، وسام الظالمون عبادك الصالحين ألوان العذاب المهين، أن تجعل لنا مما نحن فيه فرجا ومخرجا يا أكرم الأكرمين، وتجعلنا ممن أنعمت عليه بعدة الصبر واليقين. رابعا حاسب نفسك تعرف ربك هل تدعو الله باسم المحيط علما وقدره بما فيه نفعك هل تثق في احاطه الله بمن عاداه وحارب اولياءه وانهم في قبضته هل تدعو الله بدعاء كشف الهم الذي اوصاك حبيبك صلى الله عليه وسلم ان تتعلمه هل تطمئن الى ان الله محيط بك فلا تقلق او تضطرب عند الشدائد هل تراجع نفسك في تحقيقك لتقوى الله والصبر حتى تنال احاطته بك ورعايته لك